السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نواصل في فورماسيون تاع البلوجر ومازلنا في لي باز. اليوم باش نتعرفوا على زوج حاجات هي الروبوت وان تيكست والسيت ماب. شنو هي هذه؟ هذوما دي كود لازم يكونوا موجودين نربطو ما بين ونشوفوا كيفاش. اما هذا مهمين جدا لأرشفة المواضيع نتاعنا على البلوجر والظهور الجيد في محركات البحث. هذا شرح تطبيقي ان شاء الله اليوم لملفات هذا الروبوت اكس والتكست والسيت ماب. اول حاجه نمشو لجوجل سيرش كونسول. عشان جوجل سيرش كونسول اللي هي هذه الواجهه الرئيسيه نتاعنا. اول حاجه نتاكدوا اللي احنا نخدموا على الدومان الجديد اللي شريناه دوت كوم. بدينا الخدمة كان على الدومان دوت كوم هذا الليل. اوكي، اول حاجة باش ندخلو هي ملفات السيت ماب. هي خريطة الموقع سيت ماب، باش نجيبو الكود باش نحطوهم هنا. منين باش نجيبوهم الكود هذوما؟ الكود هذوما عطو تلقوهم مرفقين مع الفيديوهات ان شاء الله. أول حاجة نهز على كوبي كوبي ونحط لهنا كل عملنا إرسال. سن تم إرسال ملف بنجاح. هذا الملف بتاعنا. تم الإجراء بنجاح. يتعدوا لي بعد عندي عظمة لكود هفانا تاع الملفات. تزيدون اكتبوا الملفات الخاصة بخارج الاستثمار نزوهم بالواحد بالواحد ونحطوهم عندنا في جوجل سيرش كونسول. نكمل نحطهم وبعد نرجع إن شاء الله. هيك نكونوا كملنا. حطيت الكود اللي وريتهم لكم الكل حطيتهم في سان كود. كملنا تو الملف تاع السيت ماب هذا كملناه. نتعدوا للروبوت وان تكست. الروبوت وان تكست ما شفتوهم هنا، شفتوهم من البلوج نتاعنا. باش نحطوه في البلوج نتاعنا و لازم نحرقوا واحدة اللي باش نرجعو لكم على المدونة متاعنا. باش نمشي في الإعدادات لهنا بارامتر باش نهبط لهنا شوية في تفضيلات البحث. نلقي عندي الملفات الروبوت والتكست متاعنا اللي هي باش نلقى عليها علامة تمام الإيقاف. كيف نفعلوها؟ قبل كل شيء نقول لنا تحذير لاستخدام هذه الميزة. استخدم هذه الميزة بحذر، فالاستخدام الخاطئ لهذه الميزة يمكن أن يؤدي إلى تجاهل محركات البحث والمدونات. يعني لازم تكون حاجة متأكد منها 100% سواء ما تحتاج. هذا الفايل روبوت وان تكست، ملف الروبوت وان تكست من باش نجيبه عندي لهنا. هذه ملفات الروبوت الخاصة بالمدونة لهنا. هذا الروبوت هذا هو الكود بتاعي. باش نجيو لهنا نعمل تعديل. هل تريد تفعيل محتوى الملف؟ شو نقول له؟ نعم. هو حاط هذه الإشارة حاط لا ومفهومها نعم. وباش نجيب الكود نتاعي باش نحطها لهنا. نواصلو هنا قلنا نجيبو الكود بتاع الملف الروبوت كامل نهزو كوبيي قبل شنعمل كوبيي قبل لهنا قبل ما ننسى لا 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 اليام تاع السيت بتاعك بدل
على السيكل بتاعي، لانك بدل يعني بتاع السيكل بتاعك انت مش ده المرة بتاعتك. بعد نعمل حفظ التغييرات زي المفاعل أما التفعيل، نجي لي بعدها علامات الرؤوس المخصصة لبرمجة الروبوت، نعملها تعديل في المواد المفاعلة مش نفعلها، كيفاش باش نفعلها؟ نجي هذه الصفحة الرئيسية، ننزل على نعمل تشيك على أول صفحة الأرشيف، كيف نعمل تشيك على أول، حتى هذه نعمل تشيك على أول، وبعدها نمشي نعمل حفظ التغييرات. مفعلة سيتفاعل الكود بتاعنا. بعد ما كملنا لهنا عملنا حطينا الملفات بتاع الروبوت كونتكست، بعد عملنا التعديلات بتاعنا، تو باش نمشو نعملو تشيك نتحققو الملفات اللي عملناهم قاعدين يخدمو والا لا. باش نجي لهنا هذه الواجهة بتاع جوجل سيرش كونسول الجديدة، الإصدار الجديد. دونك مازلت عندي مشكلة مع الإصدار الجديد، وديجا هو مازال مش كامل مفيش كل شيء. باش ندخلو الإصدار القديم باش نعملو التشيك بتاعنا، باش يطلب مني المود باس من أول وجديد. المود باس بتاعي باش تعمل هذا الإصدار بتاعنا القديم. دونك نوصلو باش نعملو التشيك بتاعنا، نمشو لإكسبلوراسيون هنا، بعد نمشي أو تي دي تيست فيشير بوت كوانتي تكست تكست، عندي زيرو إيرور زيرو أفرتيسمان، نزيد نعمل التيست بتاعي. دونك خرج لي زيرو إيرور زيرو أفرتيسمان ألو بالكولير الأخضر. دونك مرنا كلها واضحة. سيتو هذا كل شيء بالنسبة للروبوت كونتكست والسيت ماب. إن شاء الله نتلاقوا في دروس قادمة.